اليوم الجمعيه ديالي مضروره بزاف عاد، لان الامينه المال مدام اليس بن دافيد ديال الجمعيه ديالي معايا قانونيه، داروا ليها واحد الافراغ ديال المنزل ديالها اللي هي ساكنه في الطبقه الثانيه، وخرج الحكم باسم جلاله الملك الله ينصرو على الطبقه الاولى، وجاو شي ناس من المحكمه لو 31 اوت، باقي ما رجعوا، باقي الناس ما رجعت، باقي ما رجعت الخدمه ديال المحكمه اللي كنا حنا بغينا نشوفوا الرئيس على هذا لو بوين هذا، وجاو جوج العاون جاو حيدوا السوات وعيطوا لمول الدار، وني جا مول الدار جينا حنا باش نشوفوا المنظر كي داير، شدوا لي النائبه ديالها مدام كنزه وضربوها وداك الشيء، ودابا دايرين شكايه بها في الامن، وتنقولوا ومني شفنا حنا كما جمعيه المغاربه من اجل التسامح الاعضاء ديالنا، شدينا لها محامي اللي لقينا الصعوبات في هذا الملف، وحطنا الشكايات اللي هي في المحكمه الابتدائيه باش عندنا الجوجمون 7 في سبتمبر. هاد الناس جاوا لو 31 اوت قبل من الجوجمون، وخرجوا هاد السيده مع عائلتها كانت هنا، ملي شافوا تخلعوا داك الشيء رجعوا مشاو ايزون فواياجي لو ميم جور. الوغ حنا كنطلبوا يكون الحق، يبغينا ان جوجمون ديال الطبقه ديال الثانيه، ولا حكمت المحكمه، ولا حكمت المحكمه على دوزيام ايتاج، حنا كما جمعيه نديو ليهم السوار ديالهم، ولا يجلسوا ولا في الطابله بحال كنقولوا، ولا ينهضروا، ولا لان هاد الناس هادي 60 سنه ساكنين هنا، فعلا كانوا ساكنين 40 سنه في الطبقه الاولى، وطلعوا للطبقه الثانيه باش يجيبوا حكم باسم جلالة الملك الله ينصرو ديال الطبقة الأولى، ويخرجوا العائلة كلها من الدوزيام ايتاج، وعائلة محترمة، مسيو بن دافيد محترم الله يرحمه، عاد توفى هادي عامين، الوالد ديالها كان فونديف دو بوفا في الكريدي دو ماروك، وسيدنا الله يرحمه الحسن الثاني إلى ديكوغي، عندنا لو تخوفي أونتخ لي مان ديال هاد السيد هذا اللي كان محترم، اليوم ماشي ثمانية ديال ولادو اللي فيها ثلاثة ديال العيالات ما مزوجينش، وحدة في الأخرى الواحد ما مزوج، ولا الأخرى حتى هي مطلقة. ألوغ هاد الناس عندهم الحق يجلسوا في دار ولادهم، ولا جاهم الحكم ديال دوزيام ايتاج باسم جلالة الملك الله ينصرو، حنا مستعدين على أي حاجة والله ينصر سيدنا. هذا ما كان، هذا ما كان.